طيب أعرفكم على المقادير باختصار. عندي حبة دجاج قطعتها 4 قطع صغيرة، تقدروا تقطعوها قد ما تبغوا، 4 6 8 قطع. عندي كمية بصل كبيرة، السماق شيء أساسي، هيل هطحن منه، كمون، فلفل أحمر، كزبرة، زيت زيتون مهم، وبس هذه هي. البصل من الأساسيات في هذه الوصفة في كميات كبيرة، عندي تقريبا 1 كيلو بصل زي ما انتم شايفين قطعته إلى شرائح. طيب جبت علبة بلاستيك لها غطاء، تقدروا تجيبوا قدر، أي شيء اللي يريحكم، اللي متوفر عندكم. هنزل عليه ايش؟ 1 كيلو البصل. هنزل عليها قطع الدجاج زي كذا. رشة ملح، ملعقة كزبرة مطحونة، ملعقة فلفل أحمر مطحون، ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود، ملعقة بابريكا، عندي هيل حب طحنت منه، ملعقة هيل بيعطي نكهة جدا جميلة. آخر شيء السماق، هذا مو بالملعقة، هذا كذا، هذا تعبوه قد ما تحبوه. آخر شيء هننزل زيت الزيتون، طبعا تحتاج كمية من زيت الزيتون. خلاص هغطي العلبة. شايفين ليش حطيتها ببلاستيك؟ عشان أقدر أخلطها، هخلطهم وادخلها الثلاجة، هتاخد لها طبعا، تقدروا تسووها قبل بيوم، سيبوها ساعة ساعتين، كل ما سبتوها وقت أكثر كل ما أعطتها نكهة. إحنا ما عندنا وقت كثير، نص ساعة إن شاء الله ونشتغل عليها. نرجع نكمل وصفتنا، ما شاء الله تبارك. الريحة، الريحة حكاية. هذا الدجاج خلاص، الحين أطلع الدجاج نرصه في الصينية هنا ونبدأ نجهز. طبعا مو مشكلة تتجمد عادي، كذا كذا هتدخل على الفرن. خلاص هذه صينيتنا جاهزة، هنغطيها وعلى الفرن لمدة ساعة. سخنت الفرن مسبقا على درجة حرارة 180، وهنخلي الصينية حقتنا إلى مدة ساعة. طيب نرجع دحين للبصل، عندي قدر هنا هننزل عليه البصل، البصل مع الزيت مع كله زي ما هو كده. نزلتها على النار على أعلى حرارة لحد ما يبدأ يغلي ويدوب الزيت، هنخفف الحرارة بعدين زي ما شايفين كده. خلاص كده بدأ يغلي الزيت، هخفف النار عليه واسيبه برضه، هياخد له تقريبا نص ساعة أو أكتر شوية. هذا طبعا زيت زيتون.
كده بعد مرور ساعة هطلعها من الفرن وهكشف عليها من فوق ونرجعها نولع من فوق. شايفين كيف المنظر؟ طبعا نزلت عليها شوية سماق، هولع عليها ربع ساعة بس من فوق، وبعدين هتكون ان شاء الله جاهزة. طيب عبال لا يجهز الدجاج نجهز الخطوة النهائية، هذا الخبز والزيت هنا بشكل كامل. دحين هغطس الخبز بشكل كامل زي كده بالزيت من الطرفين. هشيل من البصل من هنا وننزله وين؟ فوق الخبز زي كده كطبقة نسوي. هذه الطبقة الأولى جاهزة، نرجع نكرر الخطوات، ندخل الخبز في الزيت، نحطه فوقها، نحط البصل. جهزت هنا ما شاء الله أربع طبقات، شايفين؟ نفس الشيء كنت أغطسها في الزيت، طبقة بصل والطبقة اللي فوقها. الحين مستني الدجاج بس يجهز. خلاص طلعت الدجاج من الفرن، شوفوا ما شاء الله، أوه زي النار. خلاص هرصه فوق هنا وندخل آخر مرحلة على الفرن. خلاص آخر شيء رشة سماق كده وندخلها على الفرن تاني، نرجعها كده 10 دقائق ربع ساعة عشان كله كده يتسبك مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، هذا أحلى مسخن صار جاهز معايا. هشيله من هنا ونحطه في صحن التقديم وبالعافية علينا. ما شاء الله، والله لوحة فنية، لوحة فنية. يا سلام، الريحة يا جماعة حكاية، ما شاء الله تبارك الله. كيف تاكلوا المسخن؟ تاخذوا لكم كده وصلة من الخبز مع البصل زي كده مع الدجاج. سلام، تفضلوا يا جماعة.